هتتشجع قوي لما تسمع قصة الراجل اللي أسس سلسلة مطاعم كنتاكي. الراجل ده اسمه كولونيل ساندرز. كولونيل ده في بداية حياته لما كان عمره 6 سنين بابا مات، فمامته اضطرت تشتغل علشان خاطر تقدر تفتح البيت، وكانت بتسيب الولد ده اللي عمره 6 سنين يعمل أكل لإخواته في البيت. بس للأسف لما كمل كولونيل عمره 12 سنة مامته اتجوزت وسابت مسؤولية بقية إخواته عليه، فاضطر وقتها أنه يشتغل كل الشغلانات اللي ممكن تتخيلها، في مزارع وفي ورش وشوية في الجيش وحتى في جراشات العربيات. لكن كان أثناءها بيحاول أنه هو يدرس القانون، وفعلا قدر ياخد شهادة في القانون، بس كمان للأسف اترافع في أول قضية وعمل خناقة في قاعة المحكمة فساب المحاماة. فضل يعافر مع الحياة لغاية ما بقى عمره 39 سنة، وراح فاتح بنزينة على الطريق السريع في ولاية كنتاكي. ولما ملقاش فيه مطاعم قريبة الناس ممكن تاكل فيها بعد ما تفول في البنزينة بتاعته، راح عامل كشك صغير جوه البنزينة وبدأ يعمل فيه سندوتشات وجبات سريعة. المطعم بدأ يشتهر جدا وبقى مطلوب أكتر من البنزينة نفسها، واتفصل له بعدها ب 150,000 دولار، وده كان مبلغ رهيب في الوقت ده، بس مرضيش يبيع. بس للأسف كمان اتعمل تخطيط جديد في الولاية بتاعته، فاستغنوا عن الطريق اللي كانت عليها البنزينة والمطعم بتاعه، فاضطر يبيع المطعم بنص الثمن. كان عمره وقتها عدى 60 سنة. كان قدامه يا إما هياخد معاش الدولة ويكمل حياته بقى خلاص عايش على المعاش، يا إما يبدأ من جديد. فبدأ هو ومراته يعمل خلطة الدجاج المعروفة دلوقتي اللي بتاكلها في مطاعم كنتاكي، وبدأ يحاول يعرضها على المطاعم القريبة منه. رفضوها لأكتر من عشرات ومئات المرات، ما كانوش راضين بيها. وافقت 5 مطاعم إنها تاخد منه التتبيلة بتاعته مقابل إنها تديله أجر صغير. كان بيحط التتبيلة دي جوه العربية ويلف طول النهار عشان خاطر الناس توافق، ومحدش كان بيرضى. فين وفين عبال ما الناس بدأت تقتنع بيه، وبدأت سلسلة مطاعم كنتاكي تكبر، وبدأ يبقى ليها النهاردة آلاف الأفرع عشان في راجل قرر ان هو ما يفشلش. الكتاب المقدس بيقول لي وبيقول لك: الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح القوة والمحبة والنصح. في تعبير في أشعياء 61 الكتاب يقوله يمكن لمرة واحدة بس، فعدد 3 يقول الرب: لأجعل لنائحي صهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد، ودهن فرح عوضا عن النوح، ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. اسمع اللفظ ده، الروح اليائسة. في كتير من الناس الأيام دي متبنيين الروح اليائسة. ربنا لم يعطينا روح الفشل ولا الروح اليائسة، لكن الرب النهاردة نفسه يديني ويديلك روح التشجيع، روح الفرح، روح القوة، روح المحبة والنصح. اسمعني، اوعى تستسلم للاعياء واليأس، لان الله بيعطي للمعي قدره ولعديم القوه يكثر شده. من مصلحه الشيطان انك تفضل يائس ومحبط. اوعى تستسلم لاصوات الاحباط والمحبطين اللي حواليك. مش كل الناس هتسقف لك ومش هيسقفوا لك كل الوقت، ومش كل الناس انت هتعرف ترضيهم. بص على الهدف بتاعك، وبص على المسيح، وكمل سكتك ومشوارك. طور من نفسك ومن مهاراتك وكمل، كمل سكتك. مفيش سن معين للنجاح، ربنا ممكن يديك النجاح في أي وقت. عافر وما تيأسش، والرب هيعينك، لأنه مكتوب في كل تعب منفعة. لو أخفقت مرة ومرتين وعشرة وعشرين، قم من جديد وكمل سكتك. نحمية قال له هو بيبني السور: ماذا يفعل اليهود الضعفاء؟ انتوا بتعملوا ايه؟ ده اللي انتوا بتعملوه لو صعد ثعلب يهدم الحائط اللي بيبنوه، سموه حتة حيطة، لو صعد ثعلب هيهدمها. بولس الرسول اتقال له: انت ما تنفعش اصلا لا تكون رسول ولا خادم، بس كمل. والاعظم مني ومنك الرب يسوع المسيح، ياما مرات اتقال له انت مختل، لكنه كمل سكته. كان عارف طريقه، من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل كل شيء. كمل سكتك، اوعى تيأس، اوعى تفشل، اوعى تستسلم، اوعى تتبنى الروح اليائسة وإبليس يعجزك من جواك ويخليك تشعر بأنك خلاص. زي ما قالت في يوم من الأيام سارة: أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ ربنا الله ينفع اللي شاعر أن يكون حاسس أنه فنى، ينفع أعمل منه حاجة جديدة. يلي يئست من الحياة ويئست من نفسك ويئست من الناس، قوم كمل من جديد، ارفع عينيك على الرب. الرب لم يعطينا روح الفشل، ابدأ من تاني وتحرك، والرب هيعينك وهيسندك. بصلي من كل قلب الكلمات دي تشجعك، والرب يباركك، الرب معك.